اليوم رانا نحضروا تحضيرا لرفع هذا الحجر، رانا على مستوى ميناء ولايه وهران باش الميناء الصيد، باش نقوموا بعمليه تنظيف هذا المحيط، المحيط الخاص بالميناء. وكل الناس اللي شاركوا معنا اليوم من جمعيات بيئيه ومؤسسات ولائيه وكذا خواص راهم عاونونا وشاركوا معنا اليوم. هذا المنبر نشكر كامل الناس اللي شاركت معنا اليوم وقاموا كان بعض الجمعيات اللي راها تقوم بتحسيس وتوعيه كل مستعملي هذا الميناء من صيادين وسياح باش يحافظوا على نظافه هذا المحيط.